السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين أوفياء الأعزاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. إن شاء الله اليوم غنشارك معكم أحذية شتوية ديال النساء. كما وعدتكم دائما كنجيب لكم الجديد ديال لبوس ديال النساء، عرفتي أحسن ما كاين في السوق، شكيلات لي زوينين أو طوب. تابعوا الفيديو حتى الاخر، اللي عندها الاختيار على شي بوت غتلقى الشكيل ولا الذوق ديالها. كاينين شكيلات وموديلات اللي زوينين بزاف، صراحه واحد ينسك في الاخر، اخر ما كاين في السوق. موديلات 2021 2022، نتمنى يعجبوكم وينال الفيديو الاستحسان ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء واللايك الفيديو باش يطلع لعدد كبير ديال الناس وياخذوا افكار على هاد الموديلات ديال لي بوت. بارطاجيو الفيديو فضلا وليس امرا، دمتم في رعايه الله. نخليكم مع حتى نهايه الفيديو، فرجه ممتعه.